مساء الخير، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين يا رب. النهارده الفيديو بتاع النهارده عن حلل الضغط. حلل الضغط الانواع اللي انا استعملتها، ايه الانواع الكويسه اللي انا بصراحه يعني بحبها جدا وكويسه وعايشه معايا بقالها سنين، وايه الانواع اللي مش حلوه وندمت فعلا انا جبتها فحبيت اقول لكم بلاش تجيبوا منها علشان مقلب بصراحه. اول نوع، النوع ده اللي هو اسمه ديسيني رويال ديسيني، ده النوع ده ايطالي، تمام؟ اللي هو بيتعمل كده، بيتركب كده السهم، يبقى كده وكده، ده بيتركب، يعني ده طريقه تركيبه. ده بقى لو انتوا شايفين من جوه عامل ازاي، في حته كده غامقه من جوه، كل ما ده ستانلس طبعا مش الومنيوم، اهو شايفين، كل ما اعمل فيه حاجه لازم الحته دي بس تمسك فيها الاكل ويتحرق، مش عارفه ليه، مع انها مش رخيصه وانها ايه، ايطالي، ميد ان ايطالي، بس بصراحه حبيتهاش خالص، وتقيله، ستانلس تقيله، وماركه المفروض اللي هي حلوه، يعني البراند بتاعها حلو، بس بصراحه مش عمليه خالص. انا اول ما جبتها فرحت بيها وكده. انا بحب الحلل على فكره، الريستو اللي هي الضغط الصغيره دي 4 لتر، بس بصراحه الحته اللي هي جوه انا معرفش بقى هل هو كده يعني كل الحلل ولا حليتي انا بس، وبعدين دي حته بس صغيره، مش كل الحله، يعني مش كل الحله نفسها. حلوه في كل حاجه الا الحته دي، بتحرق الاكل، فبصراحه انا ما حبيتهاش دي، انا ما انصحكوش ان انتوا تجيبوها. طيب في حله دي المنيوم، وفي منها ستانلس، حله السيف اللي في السعوديه دي هايله بصراحه، انا جربت منها كذا واحده، حلوه جدا يعني، عمليه، ودي الصغيره دي برده 4 لتر، انا بحب ال 4 لتر بصراحه، هايله هايله هايله. وفي منها الاستانلس برده احلى طبعا من الالومنيوم، عمليه، ودي كانت سعرها رخيص بصراحه، يعني دي تقف مثلا ب 200 جنيه ولا حاجه زي كده. الالومنيوم الاستانلس عند بنت اختي بس بتشكر فيها جدا، والحاجه فيها ما بتتحرقش، والحاجه فيها يعني بتستوي، يعني سواها حلو، ومش بتمسك تحت بقى وتتحرق وتشيط وكده، لا اهي مكتوب 4 لتر. دي كانت تقريبا حوالي 200 جنيه حاجه زي كده، بس من كام سنه. دي انصحكم تجيبوها، الالومنيوم والاستانلس. دي بعمل فيها الفول، بدمس فيها الفول، لو هعمل خضار شويه بسيط، حلوه جدا. دي السيف، تمام. جبت تاني، ده نوع تركي اهو، هو نوع ايه يمكن شفتوا معظمكم ما شافوش، هو غريب شويه اهو كده، مش بيلزق فيها الحاجه ومش بيتحرق، تمام، بس القفله بتاعتها بصراحه يعني تحس ليه غريبه شويه كده، وتتحط كده الايدين كده، وبعد كده تتغطي كده اهي كده، اتقفلت والله، يعني هي اهو تركي، ميد ان تركي، يعني احسن من الايطالي، يعني في كمستوى احسن من الايطالي، بس برضو مش محكمه قوي زي بتاعه السيف، وزي اللي هوريها لكم دلوقتي الزهران، يعني حلوه، يعني هي بصراحه جات لي هديه بس حلوه، مش وحشه يعني، بس يعني انا ما اشتريهاش بصراحه، ما لا ما اروحش اشتريها، ومش عارفه بصراحه سعرها كام. دي التركي، والستانلس بتاعها حلو ومش بيحرق الحاجه، ويعني دي كويسه برضو، بس برضو ما اشتريهاش بصراحه. بقى دي احسن واحده فيهم اللي هي ايه، تيفال زهران. دي انا بقالها عندي من ساعه ما اتجوزت بصراحه، هايله. دي بقى اللي حلوه جدا، وطبعا بيجي معاها المصفه دي عشان لو عايزه تعملي خضار على البخار او كده، او اي حاجه على البخار. دي 6 لتر بس، اللي هي اسمها ديليسيو، بس بصراحه هايله، احسن نوع فيها. هوريكم بقى بتتعمل ازاي. دي هنا بيبقى فيه سهم هنا وسهم هنا، بتحطي السهم كده هنا وهنا، وبعدين تروحي ايه، دي بقى الشغل كله في دي لما تكوني عايزه تطلعي البخار، لما تكوني عايزه تقفليها تعمليها كده وتتقفل اهو كده، تمام. في واحد وفي اتنين، وفي لما تكوني خلاص عايزه تفتحيها تطلعي منها، ده بيطلع منها البخار اهو، يطلع منها البخار خالص اهي كده، اول حاجه تقفليها، ما تفتحش طبعا،
وهنا لما تيجي عايزة خلاص تدفي عليها تطلعي منها البخار، وهنا واحد وهنا اتنين. بصراحة دي طبعا هي دي اغلاهم، دي كان من زمان كانت مش رخيصة برضو، بس دلوقتي غليت جدا. بس انا نصيحتي لاي واحدة عايزة عروسة عايزة تجيب حل الضغط تجيب دي، يعني فعلا دي احسن واحدة. غالية ماشي اوكي، بس يعني بصراحة الغالي ثمنه فيه، يعني الغالي بصراحة ثمنه فيه. دي هتعيش معاكي العمر كله ان شاء الله، وليها ضمان هنا برضو في زهران، وبصراحة حلوة جدا. وبعدين اهم حاجة فيها اللي هي مش خطر، لان هي بتتقفل خلاص، ما بتتفتحش خالص غير بالزرار، لما تعملي الزرار اللي هو بتاع طلوع البخار. انا بقى بعمل ايه ساعات، ايه اكون مستعجلة وعايزة ابردها بحطها تحت الحنفية، يعني بعمل هي طلوع البخار وما بستناش بقى عليها، اعملها تحت الحنفية كده تهدى خالص اروح فتحيها. برضو خلي بالكم من الحلل الضغط، لان برضو لو استعملتوها غلط خطر عليكم. فاهم حاجة تظبطوا الزراير بتاعتها، تظبطوا السخونية بتاعتها، وان شاء الله ربنا يسلمنا كلنا. ودي كانت تجربتي مع حلل الضغط، وبس يا رب تكونوا استفدتوا، وان شاء الله ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. وما تنسونيش في اللايك وما تنسونيش في السبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.